احيانا بتشوف حد عنده صوابع زياده سواء في رجله او في ايده، دي بتكون طفره حصلت في جسمه اسمها البوليديكتيليزم او الاصابع الزائده، ودي زي ما قلت لك طفرات بتحدث للانسان وليها انواع. زائد الاصبع الزين دي الزياده بتكون جنب الاصبع الصغير ده، زائد الاصبع الكعبوري ودي بتكون جنب الابهام من هنا، زائد الاصبع المحوري ودي بتكون نادره شويه وسط السبابه والخاتم اللي في النص. قول لي بقى، عندك حد من صحابك نفس الوضع ده كده ولا لا؟ لا.